أشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالمساعي الحثيثة والجهود الجليلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدت بحمد الله إلى إلغاء القيود المفروضة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول للمسجد الأقصى المبارك. وأكد جلالته أن هذه الجهود ليست بغريبة على خادم الحرمين الشريفين، وإنما ما تجسد قيادته المحورية للأمة الإسلامية والمكانة الدينية العالية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، والتي بوأتها موقعا مرموقا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعكس الدور الرائد الذي تقوم به في خدمة الإسلام والمسلمين وفي الدفاع عن قضايا الأمة وحماية مقدساتها. وشدد جلالته على دعم مملكة البحرين للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.